حسن بقر السبعي انفيرمي ماجور في الدائره الصحيه الزهور، مكلف الان بقسم نتاع التلقيح اللي هنا كاين في دار الشباب الزهور، اللي بدينا ان شاء الله بالابتسامات والتوجيهات نتاع صاحب الجلاله نصر الله اننا بدينا التلقيح نتاعنا في 29 من هذا الشهر جوج، اللي كان اقبال وكان مسائل خاصة فيما يخص التلقيحات، فيما يخص الاحتياطات، فيما يخص الناس نتاع السلطة نتاعنا والناس الامن، الناس الصحة اللي حاولوا ما امكن انهم ينجحوا هذه الحملة الوطنية للتلقيح. الحمد لله بفضل التوجيهات السامية صاحب الجلالة والاستجابة للمواطنين الأوفياء ما كانش لا إكراهات لا والو، الحمد لله كنا مزيانين بفضل هاد الناس وبفضل المجهودات نتاع المسؤولين في الأمن، المسؤولين في الصحة، المسؤولين في الداخلية. شنو الرسالة اللي يمكن لك توجه للمواطنين؟ الرسالة اللي يمكن لي نوجه للمواطنين أن التلقيح تيعم كل شيء، وانه عندنا الحظ الوافر اننا ان الملك البلاد اعطانا واحد الاهتمام كامل للشعب نتاعو، وحاولنا ما امكن كنا من الدول الرائده اللي بدينا التلقيح نتاعنا بامتياز. شكر خاص لوزاره الشباب والرياضه اللي مدتنا بدار الشباب الزهور، كذلك شكر خاص لاعوان السلطه وبامتياز اللي ساعدونا كثير في هذا التنظيم هذا، والناس الامن والناس المخازنيه نتاعنا، والسيد الباشا كذلك اللي ساهر واحد السهر جد مهم تينعشي حتى بالليل وتيسول فينا، كذلك السيد القائد الله يجازيه بخير اللي ما تيخويش من عندنا من هنايا، والناس كذلك نتاع الصحه اللي ساعه ساعه تيجيو يفاقدونا وتيجيو يسولوا فينا ويشوفوا الحاجيات نتاعنا. فشكر خاص للجميع، وبفضل هاد الناس هادو وفضل الاطر الصحيه التمريضيه والشبه التمريضيه والاطباء نتاعنا انهم اللي تعاونوا معنا في هاد الحمله الوطنيه اللي ناجحه بامتياز ان شاء الله وعليها اقبال. نطلب الله يفد هاد البلاء على هاد الامه، هادشي اللي كاين يعني ما حسيت بحاجه انا يعني الساعه ما حسيت بحاجه. نطلب الله السلامه والله ينصركم على هادشي، الله يسهلكم على هادشي، الله يفيدكم الدم على هادشي، هادشي اللي غنقولوا. لما تبغي توجه الشكر ديالك؟ الشكر للدوله كلها، الطاقم ديال الامن، للدارك، الامن لسيدنا، للوزاره اللي قامين بهذه الحركه، وزاره الصحه كلهم الله يجزيهم بخير. الحمد لله لبينا النداء وجينا درنا الشكا، ومرت الامور في ظروف جد حسنه. والحمد لله على بلدنا. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عنايته بشعبه وعلى اهتمامه بكل شرائح الشعب المغربي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.